والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يا رب بخير جميعا. زي ما جاء الكلام عن البري ديكريمنت، هيجي الكلام عن البوست ديكريمنت، وان الفرق ما بين الاثنين زي ما هو طبعا الناس اخذت بالها ان في البوست هيكون متاخر شويه، يعني بتبقى عباره عن A minus minus. الفرق بيكون يا جماعه في ترتيب الخطوات ليس اكثر. فالخطوه الاولانيه هيكون عباره عن ايه؟ عن الاساينمنت للاكزيستنج فاليو. يعني لو انا بقول مثلا اكس بتساوي ماينس ايه ماينس ماينس، وكانت فوق معرف اني اساسا قيمه الايه مثلا بتساوي 2، فاللي هيحصل يا جماعه ان قيمه الاكس هتساوي الاكزيستنج فاليو، يعني قيمه الاكس هتساوي الاثنين دلوقتي. تمام كده؟ جميل. الخطوه الثانيه بقى هي اللي بيحصل فيها ايه؟ بيحصل سبتراكت او سبتراكشن 1 from variable. فبالتالي لما اطرح منها واحد الفاريبل تشينجز، الفاريبل بيتغير. يعني مثلا ناخدها بتمثيل تاني، لو انا قلت مثلا var a بيساوي 2، تمام كده، ورحت قلت x بتساوي a minus minus، الخطوه الاولانيه قيمه الاكس هتساوي كام؟ هتساوي قيمه الاي، الاكزيستنج فاليو بتاعت الاي. ها الاكزيستنج فاليو بتاعت الاي، ها الاكزيستنج فاليو بتاعت الاي. بعدين بقى يجي الخطوه الثانيه اللي هي قيمه الاي بتساوي اي ماينس 1، يعني قيمه الاي هتساوي 2 ناقص 1، قيمه الاي هتساوي كام؟ هتساوي 1. فانا لو دورت على قيمه الاي هلاقي ان قيمه الاي هي اللي اتغيرت، لكن قيمه الاكس الفاريبل اللي انا بسند له قيمه الاي بقت نفس قيمه الاي. ده معنى البوست ديكريمنت. فبالتالي الديكريمنتيشن هيبقى ايه؟ متاخر شويه، وهيحصل على الفاريبل اللي بتم الفاريبل اللي انا بستخدمه في اسناد القيمه، تمام؟ مش على الفاريبل اللي بتسند ليه القيمه اكس. تمام كده؟ يعني اقصد الفاريبل اكس اللي تسند للقيمه، مش الفاريبل ايه اللي انا بستخدمه في اسناد القيمه للفاريبل اكس. نمثل بمثال عشان الامور توضح. نفس المثال اللي احنا كنا شغالين عليه، خلينا نقول بار ايه بيساوي 2 برضه. فبالتالي لو انا قلت له ايه؟ 2. لو انا قلت له اكس بتساوي ماينس، لا خلينا ايه ماينس ماينس. فبالتالي اللي هيحصل يا جماعه قيمه الاكس هتساوي قيمه الاي. فبالتالي لو انا عملت انتر هتلاقي ان الاكس قيمتها ب 2، اهو لو انا قلت له اكس هيساوي 2، ايه اللي حصل؟ الاي هي اللي قيمتها اتغيرت، الاي بقت كام؟ الاي طرح منها واحد، فالاي بقت 1. نفس السيناريو. طب لو انا عكستها وقلت له دلوقتي اكس بتساوي ماينس ماينس اي، ايه اللي هيحصل يا جماعه؟ هيحصل ترتيب معكوس. قبل ما نمشي، ايه اللي في بالك انت؟ يا سيدي ده هيحصل اساينمنت الاول ولا هيحصل سبتراكتنج؟ لا سبتراكتنج وبعدين اساينمنت. فبالتالي ايه اللي هيحصل؟ هيطرح لي واحد من قيمه الاي وتديه له قيمه الاكس، يعني الاكس مش هتساوي واحد هنا دلوقتي، لا الاكس هتساوي كام؟ هتساوي صفر. ممتاز كده. وايه اللي هيحصل في قيمه الاي؟ هيطرح منها واحد، قيمه الاي هتساوي كام؟ برضه هتساوي. ده بالنسبه للبوست ديكريمنت او موضوع الديكريمنت كله، سواء كان بوست او بري، والديكريمنت كله سواء كان بوست او بري.